مرحبا بكم على قناة خالد بايوسف. بدأت تنتظر من كرغولي، اش كتسنى من واحد كرغولي يدير؟ غنشوفوا دابا واحد الفيديو راه تصدموا. الكرغولي واخا طلعوا للقمر كيبقى كرغولي. الكرغولي تجيب لنا واحد خدام في النازا، كرغولي غير حطو قدامك دغيا غادي يبان انه كرغولي. قبل ما نبداو الدراري، اللي بغى يطلع لاشين كالعادة، اللي بغى يوصل 1000 مشترك و 4000 ساعة، الرقم ديالي ديال الواتساب في اسفل هذا الفيديو في الديسكريبسيون. ومرحبا بالجميع، هذه الخدمة كنديروها بثمن مناسب وكنبقى معكم في الواتساب خطوة بخطوة تدفع لكم لاشين. هذا جهدي عليك المغرب. المهم، الكراغل شفنا مؤخرا فاش مشاو للحج، تصور ان كرغولي غادي للحج وهز الرايه والشعارات وكذا وهذا. لانك اش كتسنى من هذا؟ هذا اش كتسنى منه؟ وحنا اخرين مشاو لجبل عرفه وكيديروا واحد واش نقول لكم، واحد شي حوايج ديال 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 الصوفيه اللي بينوا لنا انهم كيتقربوا لايران. دابا عرفنا ان دابا الكراغل دابا كيتوسلوا كيتقربوا لايران، لان هي اللي بقات لهم، كلشي خوا بهم، كلشي عرفهم اش ساويين، كلشي مسح يديه منهم، صافي عرفوا الكراغل اش كيسواو. اجيو نشوفوا دابا هنا الحجاج الميامين ديالهم فاش رجعوا، كرغولي كيبقى كرغولي. رجعوا في المطار شبكوها بنية، في المطار نوضوا العصا. دابا واش هذا اللي غادي للحج باش يغسل راسو من الذنوب وكذا، ولا غادي باش يزيدهم؟ دابا باش من عقليه دابا باش غادي هذا، ولا غادي غير باش يتسمى الحاج؟ الحاج راه كاين فرق، كاين اللي غادي ونيته صافيه باش يتقرب لله، باش يغسل الجسد ديالو من الذنوب، باش شحال من حاجه يوصل ليها ويتقرب من الله، وكاين اللي باغي يوصل غير لشي حاجه اللي هي دنيويه كما كنقولوا، باش تقال ليه الحاج، داز الحاج، هذا ثقه ويربي اللحيه ويبدا يقول له فينا الحاج، السلام عليكم الحاج، بحال هكا. كاينين دابا اللي بغاو هكا. اجيو نشوفوا دابا هادو، ماشي واحد ماشي جوج، الكاتش نايض في المطار. الكاتش كل واحد فين كيضرب الاخر. دابا واش سالت الحفله؟ دابا حاولنا نحترموا الاساتذه ديالهم، داروا فضائح وخرجوا انهم كيقريو الهدف ديال بلايلي في المدارس. حاولنا نحترموا الائمه ديالهم، خرجوا كيقولوا حلمنا ان الرسول قال الجزائر الجزائر الجزائر. حاولنا نحترموا الفنانه ديالهم، خرج داك الدي جي رفيق الشيحه حتى هو دار فيها فنان. اذا ما فهمنا، ما المسؤولين ديالهم كيخرج جمله مفيده ما عرفش يقولها، كيطلع في افتتاح اللي كيقول لك افتتاح عالمي، جمله مفيده ما كايناش فيها. دابا وريوني اش غادي نحترموا فيهم. دابا الا جينا المثقف كتلقاه نيت كرغولي، جينا الواحد من الشارع كرغولي اصلي، جينا الاستاذ كرغولي، جينا الامام كرغولي. في دابا اش غادي نحترموا فيكم؟ شوفها، شوف اللقطه اللي نكملوها. ها انت شوف هذاك، شوف هذاك بجلابته كيضرب بيديه ويضرب براسو، ما فهمتش واش هادو شماكريا ولا حجاج ولا كنت معان فهاد. والله الا كنقول الحمد لله ملي سدوا الحدود. ودابا بحال هادو دابا اش بدون معنى. دابا واش تلقى في نظرك دابا حجاج ديال تونس ولا د ليبيا ولا مغاربه يديروا هاد الحال؟ واخا ظلمهم ظلمهم كيقول كاين الله، لان راه بغاو يتقربوا لله صاحبي، راه غادي للحج ماشي غادي يتفرجوا في البارسا والريال. كاين فرق بين واحد عقليه ثابته ورزينه. دابا هادو رجال كبار، اذا اش غادي يديروا الصغار فيهم؟ ملي الكبار كيديروا هاد الحاله، الصغار اش بغاو يديروا؟ ملي الناس اللي كيمشيو للحج كيديروا هاد الحاله، الناس اللي جالسين في ديورهم وكذا وعلى قد الحال وما مشاوش للحج اش غادي يديروا؟ دابا هادو الناس اللي كتقول مشاو للحج يتقربوا لله، عارفين بينهم وبين الله، عارفين كيفيه التعامل والصبر، واخا يظلمك الواحد هادو خصهم اللي قات هادو خصهم اللي قات هادو يدخلوهم للحلبه. خرج عاود تقول لي الكراغل كذا، لا علاش تقول الكراغل؟ ها انت شوف، شوف الناس اللي حطنا الله في الجوار، ما عرفتش علاش ما كرهناش كون كانت حدانا
لبنان ولا الامارات ولا مصر ولا تونس ولا بعدا غادي يكونوا حسن. وكان كانوا هادو حدانا يكون الامر حسن من هذا. شو جابنا الله من هاد الجي موريتانيا مقتوله ما فيها على قد الحال، لا تجي عاود الكراغل مسطين فايتين الحدود. انت شوف نكملوا الكاتش. حتى واحد ما كيفارق، كل شيء كيضرب. قال لي واحد وين لا بوليس؟ شلا بوليس يجي يفرقوا الحجاج؟ ديروا عقلكم والكراغل، ما بغيتوش ديروا عقلكم، انا تابعكم حتى ديروا نهار ديروا عقلكم نبدلوا الكونسيبت نديروا شي محتوى اخر، نشوفوا عاود شي واحد اللي ما بغاش يدير عقله نتبعوه حتى يدير عقله. ما حدكم ما درتوش عقلكم انا وراكم. نهار ديروا عقلكم ما بداش يخرجوا لنا شي فضائح ديالكم شي فيديوهات ديالكم هكا انا نخليكم. من غدا الا ما بانش شي فيديو اخر ما نديرش محتوى، ما نديرش فيديو. لكن الكراغل دابا يوم بعد يوم كل يوم كيتصيفطوا لي فيديوهات، راه لا حياه لمن تنادي. وبحال هذا دابا واش ماشي من العيب؟ اش من صوره دابا كتعطيو للمسلم؟ دابا امريكاني مثلا جا تفرج قالوا لي هادو دازوا الحج، هادو بغوا يتقربوا لله، هادو هما اللي زعما كملوا الاركان الاسلام الخمس. وجا شافهم وشاف الكما شاف البنيه قال لهم هذا هو الاسلام. اش غادي كيفاش غادي تصور هو دابا الاسلام؟ راه خصو الى جا راه يمشي يتريني عند اغريكول عادي عادي يجي بعدا يدخل الاسلام. واش هذه دابا الصوره كتعطيوها؟ انتم اللي كتخرجوا كتقولوا لنا لا احنا مع فلسطين. اش بهذه الطريقه باش مع فلسطين؟ بهذه الكما هذه ديال الحجاج مع فلسطين بهذه العصا هذا؟ وكاين واحد الصديق في فرنسا ما غاديش نذكر ما غاديش نبينو ما الحق ولا ما يبانش. انا عادي انا نبان، انا كنقول الحاجه اللي كاينه وما كنسب حد ما كنوصل حد، كنعلق على لي فيديو اللي كاينين اصلا كاينين، ماشي انا درتهم ولا مثلتهم. قال قسما بالله الا كاينين عندنا الكراغل هنا قال كي لا كياكلوا لحم الحلوف. قال لك هما اللي معروفين هنا كياكلوا اللحم ديال الحلوف. قال كو يخرج يقول لك فلسطين، نحن مع فلسطين، نحن مع باش مع فلسطين باللحم ديال الحلوف اللي كتاكل. هذه قالها ليا مغربي في فرنسا. وما تخافش ما غاديش نبينك. قال لك كاين الكراغل معانا هنا، قال لك ما كاين غير اللحم ديال الحلوف. وهالكراغل الاخرين ديال الحج عاود هنا نوضوها بنيه وكيقول لك نحن مع فلسطين زعما راه هما زعما كيفاش نقولها لك؟ كيهضروا على الاسلام بحال اللي راه حنا بعاد على الاسلام وهما متشبتين به بهذه الطريقه هذه. هذا الحجاج دابا اولا شفنا الحجاج هازين الرايات ما عرفتش واش نفس واش هما هادو كرغولي بحال هادو بحال الاخرين هازين الرايات وكيديروا الشعارات في الحج لاول مره في التاريخ. شي وحدين كيجيبوا رايات وكيديروا شعارات واش غادي تقرب الله؟ راه كتمشي انت كشخص لان في الحساب غادي تحاسب انت بوحدك ماشي الجزائر تجمع كامله ويحاسبوها مجموعه ويصيفطوها النت كولي كتحاسب انت. اذا سير انت كشخص وهضر على راسك انت وادعي الله انت وادعي للمسلمين، ولكن راك انت اللي غادي ماشي الجزائر الرايه. واش دابا الجزائر واش كتسناو تاهل شي حاجه؟ وصلنا اخر هذا الفيديو، طلع راه ديالكم في لي كومونتير وما تنساوش اللي بغى يطلع لاشين اللي بغى يفعلها نحن راه الاشاره الرقم ديال الواتساب راه تحت من هذا الفيديو تواصلوا معاه بثمن مناسب ونبقى معك في الواتساب حتى تفعل لك لاشين. وصلنا اخر هذا الفيديو، السلام عليكم. اعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك والاشتراك بقناتنا حتى يصلك الجديد.